تهدمت والله أركان وانفصمت العروة الوثقة قتل علي المرتضى قتله أشغال لبس الإسلام أبراد السوادي. في هذه أبياتكم، هذه قصيدتكم المعروفة، كل يوم كل شهر نجيب القصيدة على أمير المؤمنين. لبس الإسلام أبراد السوادي يوم أرد المرتضى سيف المراد ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد والصلاح انخفضت راياته وغدت ترفع أعلام الفساد يا الغادر شهر الله فيه حجة الله على كل العباد يا وببيت الله قد جد له ساجدا ينشج من خوف المعادي يا ليال أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي محيت فيك على رغم الهدى آية في فضل الذكر ينادي قتلوا وهو في محرابي طاوي الأعشاء عن ماء وزادي يا ويلي إلا ليلة القشرة من لفت حدر بقى يدور بعين نجوم السماء والدمع منثر ويقلب الطرفة وبنات تنوح بالدور مستوحش العالم على حدر الكرة كلثوم طلعت تسحب ذيال المصيبة وتصيح يا ناصر الآدي ويا حبيبك الليلة يا ابويا حالتك والله عجيبة ما غمضت عيناك واشوفك عندك افكار
وقالها يا بنت العمر قوض والأجل حان وما حد يفر من المقدر والذي كان وحافظكم الله من التشتت يا آل عدنان. قلت يا ابويا ذوبت قلبي بالاخبار ويا باي ما نقدر على اضم فجايع تروح وين وتترك الاسلام ضايع وخلك ببيتك والحسن يطلع الجامع مكفي البلا يمزل حيرة كل محتل الخام في ابو الحسنين يتنكس لوانك خافي يتهدم سارنا ويهتك حمام وخافي يغيلونك وتتشمت عدانك لا قالك الله من جمالك تختلي الدق يا ويلي والله يا ضيال اظل ابكي وسكر على راح والله على راح وصيح بصوت يا عالم علي راح اي والله جبريل في نعيا علي رب والله علي راح وانضرب للهادي وصيه اي والله وانضرب للهادي أين الصارخون وعليا ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين قال سيدنا ومولانا ومقتدانا رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر علي عباده صدق سيدنا ومولانا ومقتدانا رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام عليك يا إمام المتقين ويا سيد الموحدين ويا يعسوب الدين يا أبا الحسنين يا علي. السلام عليك يا من بثكله وبفقده قد أثكل الدين. نعم أيها الأحبة، ما عسانا أن نقول في علي سلام الله عليه، ما عسانا أن نتكلم في بحر متلاطم في عطائه وفي صبره وفي إيمانه. والله إن
الباحث والكاتب والخطيب ليتحير من أين يبدأ حديثه في علي سلام الله عليه. علي قد حير العقول والألباب بكل صفاته، بكل عطائه، بكل ما تميز به علي سلام الله عليه، هي الشخصية الفريدة في كمالها من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لم يرتقي أحد من البشر إلى أن يصل إلى درجة الكمال من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كما وصل أمير المؤمنين. ولذلك انظروا ماذا يقول عنه الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول: إن في علي سلام الله عليه سنة 1000 نبي. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني علي عليه السلام، إذا أردت أن تفهم من هو علي بن أبي طالب ومقام أمير المؤمنين ومنزلة أمير المؤمنين، فعليك أن تتعرف على منزلة 1000 نبي، وهم من خيرة الأنبياء وأفضل الأنبياء. علي سلام الله عليه الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا. عقولنا قاصرة في أن تدرك مقام علي سلام الله عليه. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد أن ينظر إلى علي سلام الله عليه، يقول: انظروا إلى آدم في عمله، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في خلته، وإلى موسى في مناجاته، وإلى عيسى في سياحته، وإلى أيوب في صبره وفي بلائه. إذا أردتم أن تنظروا إلى هؤلاء، انظروا إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه، كل الصفات وكل النعم أخلاقيات قد تجذرت في علي سلام الله عليه. ولذلك نحن هذه الليلة، وبما أننا نعيش نعم أجواء المصيبة وما حل على علي سلام الله عليه، أحاول أن أقتصر في حديثي على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى، وهو تساؤل في الواقع قد أثير حول علي سلام الله عليه من قبل المخالفين، فيقولون: إذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه هو أحق بمنصبه وبخلافته، فلماذا لم يقاتل علي بن أبي طالب حينما غصب منه ذلك المنصب من الأول ومن الثاني ومن الثالث، ولكن لماذا قاتل نعم معاوية بن أبي سفيان؟ هؤلاء يقولون: ترى أكبر دليل على أن أمير المؤمنين قد أعطى الشرعية للأول والثاني والثالث هو أنه لم يقاتلهم، ولم يرفع السيف، ولم نعم يقوم بذلك الجهاد الذي على أساسه يسترجع تلك الخلافة التي غصبت منه، وفي المقابل قاتل معاوية بن أبي سفيان. يعني هل هذا دليل على إعطاء الشرعية لهؤلاء؟ تأمل معي جيدا. في الواقع أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لما غصب منه ذلك المنصب الإلهي لم يرفع طبعا السيف في وجه هؤلاء الأول والثاني والثالث، ورفع السيف في وجه معاوية. هذا راجع إلى عدة أمور لابد أن نلتفت إليها أيها الأحبة. الأمر الأول، أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو إمام معصوم مفترض الطاعة. شنو معنى هذا الكلام؟ أي أن ما يقوم به علي بن أبي طالب عليه السلام هو وفق الحد الشرعي التكليفي الذي هو أمر من السماء في علم علي وفي عطاء علي، اللي عقولنا قاصرة عن ذلك العلم وذلك المقام. بمعنى آخر، تصرف الإمام المعصوم هو تكليف شرعي من السماء، ما يجي يعني واحد من البشر
يقول لا والله الأولى بالإمام أن يقوم بذلك أو لا الأولى به أن يفعل ذلك، هذا أمر نعم تكفل فهمه في الحد الشرعي الإمام، لأنه أمر من السماء، مثل ما قام الإمام الحسن سلام الله عليه حينما تصالح مع معاوية، وحينما رأى الأجواء في نعم فيها أن يكون التصالح، هذا أمر من السماء ليس للبشر دخل فيه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأجواء التي عاشها أمير المؤمنين سلام الله عليه والأرضية لم تكن مناسبة في ماذا؟ في أن يرفع ذلك السيف من أجل مطالبة بمنصب أو بحق وهو الأعلم بمنصبه الإلهي. ولذلك وهنا السؤال لمن يسأل، لماذا لم يرفع السيف ولماذا لم نعم بالقوة يسترجع تلك الخلافة؟ لو أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه قاتل ورفع السيف، ملتفت وياي ايش راح نتصور النتيجة؟ تصور بعقلك لو أنه رفع ذلك السيف ماذا سنتصور تلك النتيجة؟ النتيجة بلا شك أولا الفتنة التي ستعم المسلمين، إضافة إلى الدماء التي ستراق وستزهق، ولا ننسى بأن الدولة الإسلامية لا زالت في طور الإنشاء، محتاجة إلى أكثر عطاء، محتاجة إلى توسعة، إلى انتشار، فكيف يرفع سيف؟ والنبي صلى الله عليه وآله يقول إذا تلاقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يرى بأن حفظ الدماء وحفظ الدين، والله لو رفع علي سيفه ما بقي للإسلام من راية وما بقي للإسلام من خلود. إذن لماذا أوصاه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ تعال بالك الوصية التي كانت قيدت علي بن أبي طالب، لأن الدين هو من الأولويات. شنو قيمة منصب؟ شنو قيمة جاه أمام الحفاظ على بيئة على بيعة الإسلام أو بيضة الإسلام؟ ولذلك أمير المؤمنين هو الرجل الوحيد الذي حفظ دماء المسلمين، هو رجل السلم الأول من بعد رسول الله كما سيأتي بعد ليلة أيها الأحبة. ولذلك وهو القائل لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. إذن هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، من الذي واجه معاوية؟ تلتفت وياي، هؤلاء يقولون أكبر دليل أن علي بن أبي طالب عليه السلام قاتل معاوية. أنا أقول ومن قال أن علي بن أبي طالب قاتل معاوية؟ الذي بدأ بالقتال وبإثارة الحرب هو معاوية بن أبي سفيان لعنه الله. ولذلك لما أرسل أمير المؤمنين المبعوث سوى معاوية وأزلام معاوية قتلوا ذلك المبعوث، وهنا ابتدأت الحرب الكلامية إلى أن أوصلها معاوية إلى الحرب القتالية. تملتفت وياي، أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما قبل أن تبدأ الحرب ترى وقف يستنجد هؤلاء، يحرك شوية عقولهم وضمائرهم الميتة، ولكن في المقابل لم يجد من مجيب، وأصر معاوية اللعين ومن معه على القتال، وبالفعل كانت تلك الحرب. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان يرى نعم أثرا للخلافة ولا للمنصب ولا لأي شيء من حطام الدنيا قبال ماذا؟ قبال أن يحفظ دماء المسلمين وأن يحفظ وحدة المسلمين. والأمر الخامس، من قال بأن علي بن أبي طالب قد بايع الأول والثاني والثالث؟ أنا أتحدى هؤلاء، خلي أجيب لي رواية واحدة من مصادر المسلمين الموثوقة، البخاري أو مسلم أو الترمذي، بأن علي بن أبي طالب بايع الأول أو الثاني أو الثالث. أقوى روايات المخالفين بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه ظل حبيسا في داره 6 أشهر، هذه أقوى روايات المحدثين التي نقلوها، ولم يخرج إلا بعد استشهاد فاطمة سلام الله عليها، وما خرج إلا لأن الأمة كانت محتاجة إلى علي بن أبي طالب.
الإسلام لا يستقيم إلا بوجوده، الشريعة والأحكام لا تستقيم إلا بعلي سلام الله عليه. هذا تساؤل. التساؤل الثاني، وقد أثير من قبل المخالفين أيضا إلى يومنا هذا الاحتجاج موجود، يقولون إذا كنتم تعتقدون بمقام علي وبمنزلة علي سلام الله عليه والأئمة المعصومين، فلماذا لم يذكر اسم علي في القرآن؟ وأهل البيت مو أنتم الآن قاعد تحتجون بمقام علي وبمنزلة علي سلام الله عليه، إذا وين الدليل؟ أعطونا دليل على الأقل من القرآن مباشر على أن اسم علي قد ذكر في القرآن كي نقوم بتلك الحجة. التفتوا يا جيدا، في الواقع أنه لم يذكر اسم أمير المؤمنين بشكل مباشر ولا الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، وذلك راجع إلى عدة أمور. الأمر الأول أن القرآن الكريم جاء نعم بالأحكام المطلقة ولم يأتي بالأحكام التفصيلية. هلأ لما نأتي إلى بعض الآيات كثير من الأحكام ما ذكرها القرآن الكريم، إنما جاءت بشكل موجز ومختصر، والذي أكملها هو ماذا؟ الشريعة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك الصلاة لا نعرف تفصيلها إلا من السنة، إلا من الروايات، وكذلك بقية الأحكام الحج وبقية الواجبات لم نعرفها إلا من وين؟ إلا من هذه الأحكام التفصيلية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت. وكذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يعرف مقامه بشكل مباشر في القرآن إلا من خلال ما جاء على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وآله. هذا أمر. الأمر الثاني أن القرآن قد صرح في عشرات الآيات في مقام علي سلام الله عليه. الآن لما يأتي ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بنص رسول الله صلى الله عليه وآله هم أصحاب الكساء وأهل البيت الأئمة المعصومين، وبقية الآيات ابن عباس يقول أكثر من ثلث القرآن كله نزل في علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الأمر الثاني أو الثالث، ثقوا تماما أيها الأحبة، لو ذكر اسم علي في القرآن أو اسم أي واحد من أهل البيت والله لجاءوا إلى القرآن ومزقوا ذلك القرآن. لا تنسى ترى الأحقاد البدرية والحنينية نعم كلها متجسرة في قلوب هؤلاء، ولذلك بعض المؤرخين يقول لو ذكر اسم علي حقيقة في القرآن يقول والله إن هؤلاء لأولوا حتى اسم علي في القرآن وأهل البيت. ولذلك الحكمة الإلهية اقتضت أيها الأحبة بأن لا يذكر اسم علي سلام الله عليه. هذا الإمام العظيم الذي عاش غريبا وسط هذه الأمة، لم تقدره هذه الأمة، كيف تعاملت مع علي وكيف أدت حق هذه الإمامة. نعم، وإذا بهذه الأمة كلها جارت على علي سلام الله عليه. يقول الشاعر عاش غريبا بينها وقد قضى بسيف أشقاها على اغترابه، وآخر لحظة يقضيها علي بن أبي طالب. وين ولد علي بن أبي طالب؟ علي ولد في جوف الكعبة في بيت العبادة. وأين ضرب علي بن أبي طالب؟ ضرب علي وهو في محرابه. يعني هذه الليلة الصيحات كلها تتعالى، هذه الليلة قلب كل شيعي وقلب كل موالي يفتجع لفراق علي، والكل ينادي وعليا وإماما
أحسن الله لنا ولكم العزاء. شيع موالين، كان إفطار أمير المؤمنين في مثل هذه الليلة في بيت ابنتي أم كلثوم، وكان يفطر ليلة عند ولده الحسن، وليلة عند ولده الحسين، وليلة عند ابنته زينب. أما هذه الليلة فقد كان إفطاره عند ابنتي أم كلثوم، لما أن فرغ من صلاته جاء إلى المنزل، جاءت أم كلثوم بطبق فيه قرصان من خبز الشعير وقداح فيه شيء من اللبن ومقدار من ملح الجريش. لما نظر إليه أمير المؤمنين حرك رأسه وبكى، قال: بني أتقدمين لأبيك إدامين في طبق واحد؟ بني ما من عبد طالما أكله ومشربه بالدنيا إلا طال وقوفه بين يدي الله يوم القيامة. بني اعلمي أن الدنيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي المتشابهات عتاب. بني إني أريد أن أقتدي بأخي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه ما قدم بين يديه إدامين في طبق واحد حتى قبضه الله إليه. بني بالله عليك إلا ما رفعت أحد الإدامين. أرادت أم كلثوم أن ترفع الملح، قال: بني بالله عليك إلا ما رفعت اللبن. يعني أمير المؤمنين هذه الليلة أفطر على قرصين من خبز الشعير وعلى شيء من ملح الجريش. لما أن فرغ من إفطاره حمد الله وأثنى عليه ثم أنه جاء إلى مصلاه، وكانت قد أعدت له مصلاة خاصة في بيت ابنتي أم كلثوم، وقف قائما وقاعدا راكعا وساجدا إلى أن أخذ وطرا من الليل، وإذا بأمير المؤمنين يكثر من الدخول والخروج إلى الدار، وكان يطيل النظر في النجوم وفي السماء وهو يقول: هي والله الليلة ما كذبت ولا كذبت. وكان أمير المؤمنين هذه الليلة أشد اضطرابا من هيبة لقاء الله. نظرت إليه ابنته أم كلثوم، قالت: أبا يا علي يا علي يا علي، ما لي أراك هذه الليلة متغير الأحوال؟ قال: بني اعلمي أن أباك خاض الأهوال وقتل الأبطال، ولم يدخل جوفه خوف من هيبة لقاء الله كما دخله هذه الليلة. أحسن الله لنا ولكم العزاء. أريدكم هذه الليلة أن تفتجعوا وتنادوا: وعليا
ثم أن أمير المؤمنين وضع رأسه على تلك الوسادة، غفت عينه قليلا ثم انتهب، ثم انتبه مذعورا مزعوجا وهو يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أن أمير المؤمنين قد تأيأ للخروج إلى المسجد، اتزر بإزاره وارتدى قميصه، ثم أنه نزل إلى صحن الدار وإذا بأويس قد فرفرن في وجهه وتعلقنا بأثواب، وإذا بأمير المؤمنين ينادي صوائح تتبع نوائح، وفي غدات غيد يظهر القذف. أراد أمير المؤمنين أن يعالج الباب وإذا بي قد انحل مزره، يعني يا علي يا علي هذه الدنيا كلها لا تريدك أن تخرج هذه الليلة. ثم أن أمير المؤمنين أخذ يشد مزرا وهو يقول اشدد حيازمك للموت، إن الموت آتيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر. أحسن الله لنا ولكم العزاء. نظرت إليه ابنته أم كلثوم وهي تقول أباه ما لي أراك تنعى نفسك، قال بني ما هو بنعاء ولكنها علامات للموت يتبع بعضها بعضا، ما إن سمعت ذلك وإذا بها لطمت على رأسها ونادت وعليا. أحسن الله لنا ولكم العزاء. ثم أن زينب نظرت إليه قالت أبا ما عودتنا الخروج في مثل هذا الوقت، وجاء الحسن كذلك قال بني لرؤيا قد أزعجتني وآلتني، بني بالله إلا ما رجعتم إلى الدار. الله خرج عليها، هذه آخر لحظة زينب واقفة على الباب وتنظر إلى علي وهو متوجه إلى المسجد، بعد هذه آخر الساعات وآخر الدقائق تتودع منها وتتزود منه، وإذا بها تنظر إلى أمير المؤمنين ودموعها جارية، رايح إلى المسجد يا حيدر وقلوبنا عليك تتفطر، ريتك ترد سالم يا المشكار، ما نقدر على فرقك ما نقدر. رحم الله من نادى وعليا. من أمير المؤمنين خرج وجاء إلى المسجد، وكان من شأني أنه نعم بأنه ينقذ القناديل وينير المسجد بضيائه وبنوره. أحسن الله لنا ولكم العزاء. وقف أمير المؤمنين متنفلا في مصلاه قائما وقاعدا راكعا وساجدا إلى أن دخل وقت الفجر، وكان من شأنه أنه يصعد على تلك المئذنة. صعد أمير المؤمنين
وهذه آخر ليلة أهل الكوفة يسمعون فيها صوت أمير المؤمنين. وكان من شأنه إذا أذن لا يبقى بيت في الكوفة إلا ويسمع صوت أمير المؤمنين. يريدك هاي الليلة تنتحب وياها والساعد لوي عليها. فوقف أمير المؤمنين مؤذنا ويقول الله أكبر. هذا وزينب تسمع صوت أبيها أمير المؤمنين. شنو تنادي وياها؟ يا رافع بالأذان صوت، يا رافع بالأذان الصوت بالله علينا اتوخر لا يطلع الفجرك ولينا بدم يتخضف. وإذا أبيها تنظر إليه وتسمع صوته أذن بأذن أدام الله أذان. حلوة التشهد في لسان يا رب يا معبود لا تخيب حما وسالم ترج لنا حمان. أحسن الله لنا ولكم العزاء. ثم أن أمير المؤمنين نزل إلى المسجد وكان من شأنه قادص نائمين وهو يقول الصلاة الصلاة يرحمكم الله الصلاة، إلى أن انتهى إلى ابن ملجم اللعين وهو نائم على وجهه وقد أخفى ذلك السيف تحت أثوابه. نظر إليه أمير المؤمنين وهو يقول يا هذا لا تنم هذه النومة فإنها نومة الشياطين، ولكن نم على يمينك فإنها نومة العلماء، أو نم على شمالك فإنها نومة الحكماء، أو نم على قفاك فإنها نومة الأنبياء. ثم نظر أمير المؤمنين إليه وهو يقول يا هذا لقد وددت بشيء تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، ولو شئت لأنبأتك بما تخفي تحت أثوابك. ثم أومأ اللعين ابن ملجم أمير المؤمنين بالقيام. ثم جاء أمير المؤمنين إلى مصلى. أحسن الله لنا ولكم العزاء. اصطف المصلون من خلف أمير المؤمنين، هذا وابن ملجم جاء خلف تلك الأسطوانة التي كان يصلي أمامها أمير المؤمنين. أحسن الله لنا ولكم العزاء. هذا وابن ملجم يتحين الفرصة في أمير المؤمنين. دخل أمير المؤمنين في الركعة الأولى. أريدك تفتجح هاي الليلة، ما أريد بس أنا اللي أنادي وعليا. ثم أن أمير المؤمنين فرغ من الركعة الأولى دخل في الركعة الثانية، هوى أمير المؤمنين إلى السجود. أحسن الله لنا ولكم العزاء. فجاء إليه من خلف ابن ملجم، رفع السيف، ضرب أمير المؤمنين على أم راسه. رحم الله من نادى وعليا، رحم الله من نادى وإماما. سقط أمير المؤمنين في محرابه وهو يخضب لحيته بدم راسه
وهو ينادي فزتوا ورب الكعبة لا يفوتنكم الرجل قتلني ابن اليهودية نادى جبرائيل بين السماء والأرض تهدمت والله أركان وانفصمت العروة الوثقة قتل علي المرتضى قتله أشقى الأشقى رحم الله من نادى وعليا جاء الحسن على يمينه الحسين على شماله وكل ينادي من لنا بعدك يا علي يا ويلي الضربة القشرة يا ابويا منين حلك وياي الضربة القشرة يا ابويا منين بعدك يا داح الباب شوكت نفتل والضربة اللي أدت أركان المسلمي هلي فعل أراح يا باب العلم من جسر يا لاغوت الأعظم يا بحسة بطل ونينك يا الولي قلبي تفطر وبطل ونينك والدمع هلو تحدر صابخ بدم الراس وينادي يا شبه هذا الذي مكتوب لي من عالم الذر من عالم التكوين هالطبران كتبه أنا الذي ما أب من خيل ولا رجال تروعني يا ولي رحم الله من نادى وعليا اسمي أنا الموصوف بالشدات لصعاب وأبوك تدري ما يأم براسه إصوة وأشوف يا ابني طحت من ضربة المحراب ما أقدر أحاكيكم ترى دمومي النزفة صفرت ألوان وسال دمع وظل ينادي لا تهيجوني بالبواكي يا أولاد سكتوا ترى نزف الدماء فتت فادي شالوا فوق الراس والضجر ارتفع رحم الله من نادى وعليا وإذا بزينب واقفة على الباب ويتنظر إلى ذلك البطل قد حمل على تلك الأعناق صدت نادت يا المجبلي هل شايلين وياكم منه بالله اخبروني يا أخواني حسن وحسن قالوا الأيام خدرت سيد الكونين أبونا انطبر والراس نص رحم الله من نادى وعلي ويلي وزينب تنادي الذي محمول محمول من وين بالله اخبروني يا اخواني يا حسن يا حسن وحسن قالوا
يا مخدرة سيد سيد الكون صرخة نادت ولطمت بيد أو بالحال خر قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتلي وهو في محرابه يا الله.